بلاغ عاجل للديوان الملكية. حقد فرنسا تجاه المغرب يدفعها للهجوم عليه بشكل قوي. وفي التفاصيل، جامعة مغربية تحصد 5 ميداليات ذهبية. بلاغ عاجل للديوان الملكية. وجه أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة تتعلق بإعادة نظر في مدونة الأسرة. وتأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي منفت أن يوليها أعزه الله للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام. وبموازاة مع تكليف جلالة الملك حفظه الله لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام بشكل جماعي ومشترك لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع. كما دعا الملك محمد السادس المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، وتقضي التعليمات الملكية السامية برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك أمير المؤمنين والضامن لحقوق وحريات المواطنين في أجل أقصى 6 أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن وعرضه على مصادقة البرلمان. ما رأيكم في هذا؟ حقد فرنسا تجاه المغرب يدفعها للهجوم عليه بشكل قوي. وفي التفاصيل، أعلنت فرنسا اعتزامها تقديم مكافأة بيئية جديدة لاقتناء السيارات الكهربائية تخضع لشروط الشركات المصنعة في عام 2024 مستثنية المغرب الذي صنفته ضمن البلدان الأقل استحقاقا، مدعية أنه الأكثر تلويثا، وذلك رغم التطور المستمر والكبير الذي يحققه المغرب في مجال الطاقات النظيفة الذي أصبح بفضله شريكا استراتيجيا لمجموعة من الدول عبر العالم، خاصة بعد تصنيعه لسيارة كهربائية كعلامة مغربية. ويأتي ذلك تزامنا مع تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين باريس والرباط، خاصة بعد عدم استجابة المغرب لعروض المساعدة التي قدمتها فرنسا عقب زلزال الحوز، ما أثار ردود فعل فرنسية قوية. وقد نشرت الجريدة الرسمية الفرنسية نص قانون يتعلق بشروط استحقاق المنحة البيئية للسيارات الكهربائية الجديدة وآخر يتعلق بطريقة احتساب الدرجة البيئية، كاشف أن المنحة تؤخذ بعين الاعتبار معيارا بيئيا واحدا فقط، وهو انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء الاستخدام وكذا خلال مراحل دورة حياة المركبة التي تسبق استخدامها على الطريق، إذ يجب أن تحصل المركبات على درجة بيئية معينة مرتبطة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن موادها أو وسائل نقلها لكي تكون مؤهلة لهذه المكافأة. ويشار إلى أن المغرب يعد رائدا في مجال تركيب وتجميع السيارات وصناعة بعض أجزاؤها، علاوة على انخراطه أيضا خلال السنوات الأخيرة في صناعة السيارات الكهربائية والهيدروجينية. ففي يونيو 2020 أعلنت شركة سيتروين الفرنسية عن تصنيع أول سيارة كهربائية بمصنعها في مدينة القنيطرة. كما كشف المغرب بعدها في 21 من دجنبر 2020 عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية أنتجت محليا. وأعلن المغرب قبل بضعة أشهر عن النموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين طورها مواطن مغربي وأطلق عليها اسم ناميكس، التي صممت بالشراكة مع المكتب الإيطالي للتصميم والمتخصصة في هياكل السيارات بنين فارينا، وأبدع تصميمها الداخلي كفاءات مغربية. وتشير تقديرات مجلس الطاقة العالمي حسب ما تداولته صحف إسبانية أخيرا إلى أن المغرب من الدول 6 في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ما من شأنه أن يؤهل البلاد للاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحدود 2030. وفي الوقت نفسه أكدت أن تقارير أخرى أن المغرب في طريقه إلى تعزيز مكانته كشريك مميز للاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات وتوقيع اتفاقيات للارتباط بسوق الهيدروجين النظيف الأوروبي المستقبلية. وفي هذا السياق ذكر تقرير حديث لمكتب الاستشارات الدولية أن المغرب مهيأ لأن يكون لاعبا رئيسيا في إنتاج الهيدروجين الأخضر انطلاقا مما يحظى به من موارد تشكل مزيجا مفيدا في هذا السياق، إلى جانب قرب المملكة المغربية من الاتحاد الأوروبي.
جامعة مغربية تحصد 5 ميداليات ذهبية. أعلنت جامعة محمد الخامس بالرباط عن حصد 5 ميداليات ذهبية و13 مصر للابتكار بالمسابقة العالمية أسبوع الابتكار الأمريكي 2023، والتي عقدت افتراضيا يوم 16 من الشهر الجاري بلاس فيغاس، وذلك من خلال مركز للابتكار التكنولوجي التابع للمدرسة المحمدية للمهندسين. وذكرت جامعة محمد الخامس في بلاغ لها أن هذه التتويجات ظفر بها كل من حسن عمور مدير مركز الابتكار التكنولوجي بالمدرسة المحمدية للمهندسين وفريقه المتكون من قانون سامية والرقيق زكريا وبعير جلال والسيم محمد مروان والعالمي ومحمد والخديري مونا، وذلك لمشاريعهم المبتكرة حول اختراع مغربي رائدة عبر الترددات الراديوفونية للكشف عن سرطان الثدي. وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمشروع لاقط هوائية من الجيل الرابع صغير وأصلي بتقنية ميكروستريب للجيل الجديد من الهواتف المحمولة يقلل من تأثير الحرارة للهاتف الخلوية على رأس الإنسان. كما يهم الأمر مشروعا مبتكرا حول الكشف عن تمدد الأوعية الدموية في الحاجز بين الأذنين باستخدام تعليم العميق، إضافة إلى مشروع اختراع هوائي تصحيحي أصلي من الجيل الرابع للهواتف المحمولة لتقليل التأثير الحراري لنظام الهاتف الخلوي على رأس الإنسان، إضافة إلى نظام هوائي خلوي صغير ذكي لمكافحة الغش في الامتحانات. وتم تنظيم اللقاء عبر الإنترنت يوم 16 سبتمبر بدعم من الاتحاد الدولي لجمعية المخترعين، وشهدت هذه المسابقة مشاركة 19 دولة ومنطقة مع ترشيح 48 مرشحا للجائزة الكبرى ومنح 636 جائزة ومنح 144 مصدر في الابتكار. فوز القجع يطير إلى القاهرة لجلب كأس إفريقيا. يتوجه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجع يوم غد الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور أشغال اجتماع المكتب التنفيذي للكافة المقرر صباحة يوم الأربعاء القادمة. وسيرافق فوز القجع كل من نائبه الأول حمزة حجيوي ومعاد حجي، وسيعرف اجتماع المكتب التنفيذي التصويت على الدول التي ستنظم نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة 2025 و2027. وتنص لوائح الكاف على أن أعضاء الكافة هم المخول لهم وبشكل حصري التصويت. بات المغرب المرشح الوحيد للظفر بتنظيم كأس إفريقيا 2025 حيث قدم ملفا قويا في هذا الصدد.